لسه مكملين حلقتنا ومنورانا دلوقتي الاستاذه منى امام، شريك مؤسس في مركز كوكون الثقافي ومبادره الشياكه المستدامه. مرحبا بيك. اهلا بيك. احكي لنا عن المركز مبدئيا وعن المبادره وعن كل الحاجات اللي بتعمليها من اجل الحفاظ على البيئه. احنا مركز كوكون، احنا موجودين بقالنا تقريبا 5 سنين. عملنا مركز كوكون ده من الناحيه الفنيه بحته. في الاول احنا كنا بنتكلم ان دي ورش فنيه في مجالات مختلفه، مجالات الفيجوال ارت، الرسم، الحركه، الصوت والكتابه. بعد كده بدانا ان احنا نعمل تطور في علاقتنا مع بنك الكساء المصري. كان بيدي معانا ورش عباره عن باتش وورك، اللي هو ان احنا بنجيب قطع قماش مختلفه استخدمناها قبل كده ونطلع منها منتج جديد. طلعنا منها بنطلونات، طلعنا منها شنط، هدوم، حاجات كتير جدا. فبدات الفكره ما بين بنك الكساء ومركز كوكون انها تتطور، ومركز كوكون عنده خبره فنيه. بدانا نعمل حاجه اسمها فروم ويست تو جود ارت، زي اللي احنا بنشوفه النهارده، ان انا بطلع قطعه فنيه من حاجات ويست اصلا مرميه. زائد ان احنا كان باقي المبادره ان احنا نعلم الناس اكتر حاجات عن الاستدامه وعن الابسايكلينج او عاده التدوير بشكل عام. وكده كده احنا كمصريين عندنا قصه الاستدامه بشكل فطري، اهالينا كلهم في البيت بيعملوها حاجه في الدي ان ايه، بتفضل قاعده بتتغير استخداماتها وتفضل معانا. برطمان الصلصه اللي ماما بترميهوش وبتخليه الكيس البلاستيك والعلب مش عارف كل الحاجات بالظبط. فبس احنا في جيل حصل فيه فجوه فما بقاش يعمل كده، فبقى الاستهلاك بقى بشكل مختلف. الفاست فاشن بقت شكلها مختلف، اثرها على البيئه والانبعاثات الكربونيه، كل ده بقى بيأثر على البيئه باشكال كتير. فاولا احنا بنعلم الناس ان انا في بيتي عندي البنطلون الجينز بتاعي زهقت منه اتقطع، ازاي هغير فيه حاجات بسيطه وهستخدمه تاني، ازاي ان انا من ازاز المتكسر لا انا مش هرميه، لا هاخده هيحصل فيه تكسير بشكل معين وهعمله ديكوريشن وهعمل منه مرايه جديده. ده فكره مش بس اعاده التدوير، ده كمان اعاده استخدام نفس المنتج. بالظبط. يعني احنا كان السنه دي في 2024 في ابريل اللي فات عملنا ايفنت مع بنك الكساء فروم ويست تو جود تيست، كان فوليوم 2 في شركه اسماعيليه، هم عندهم مقرين اخذناهم منهم. قضينا هناك 4 ايام عباره عن برامج او ندوات توعويه للناس، يعني ايه استدامه وازاي يعملوها، ورش عمل مختلفه في مجالات كتير، ازاي يستخدموا، ازاي يرسموا على هدومهم ويغيروا شكله، ازاي يعملوا تصنيف للحاجات اللي عندهم. يعني انتوا مش بس بتعملوا كده، انتوا كمان بتعلموا وتدوا ورش ازاي الناس تقدر تعمل ده. بالظبط. وعملنا احنا دايما، احنا اصلا مركز كوكون مركز ثقافي وفني، فبنعمل معارض بشكل دايم. فاحنا كل سنه بنعمل معرض من فروم ويست جود ارت، ان انا بطلع قطعه فنيه من حاجات اوريدي. مثلا ده عباره عن شوال، اللوحه دي، يعني الحاجات دي من فروم ويست تو جود تيست. بالظبط. دول ايه بقى؟ يعني اول حاجه اللوحتين دولت لفنان اسمه محمد ابو جبل، عملهم السنه اللي فاتت. هو كان الفكر بتاعه ان في الاستدامه عامه ان احنا بنعمل ايه، هو احنا يا بنهدم يا بنبني. فهو بالنسبه له انا بعمل بيت لاي اسباب اقتصاديه واجتماعيه، انا عندي بيت او في المدينه هديته، هشيل التوب بتاعه في شوال، لما اجي ابني تاني هحط في نفس الشوال الرمله اللي انا هبني بيها. فهو كان بيعبر عن ده باللوحتين دولت، كان عارضهم لسه في معرض قريب. الهيد بيس الثانيه دي كانت مستخدمه كغلاف لمجله انترناشونال، كان في فنان ستايلست اسمه حكيم يوسف عملها من سنتين وطردت فعلا في المجله دي. دي عباره عن، دي مصنوعه من ايه او معموله من دي ايه؟ طاقيه صوف عاديه جدا قديمه بتاعت جده، والدولة الدبابيس اللي هم موجودين عندنا في البيت. جمع الدبابيس دي 300 دبوس وعمل منها الهيد بيس دي. الهيد بيس دي الناس بتستخدمها وبتلبسها دي بيس. تمام. في حاجات تانية مختلفة، يعني مثلا ده من الجلد، ده في براند بتاخد الجلد المستخدم، يعني ده جلد بواقي جلد مثلا من مصانع جلد، من مصانع أحذية، هي بتاخدها منه وطلعت منها محفظة. في مبادرات كتير زي مبادرة بينظفوا النيل في جزيرة الكراسية، والجزيرة دي بينظفوا النيل من البلاستيك. الصيادين بيطلعوا البلاستيك ده، بيشيلوا الأزايز من المية وبيستخدموها عيدوا. تمام. وبنبتدي ان احنا نصنع منها باوتشز زي دي تاني. طب ده كل ده ايه علاقته بقى بالشياكة المستدامة؟ ان احنا الناس مفهومها عن الاستدامة ان هو حاجة مش شيك، حاجه بوهيميه، حاجه لا دي حاجه مش حلوه، حاجه هتبقى مش شيك.
بالعكس، لا احنا بايدينا نقول للناس ده بيطلع منه حاجه شيك جدا، حاجه فنيه بحته. طلعنا منه محفظه هعرف اخرج بيها تاني، طلعت يعني المحفظه دي معموله من جلد مثلا كان مرمي او كان هيترمي او مثلا شنطه قديمه. ده جلد مرمي، ده جلد وجلد طبيعي. لا بس ما يعني حلو وزيها زي الحاجات الجديده العادي، مفيش اي مشكله. فهو دي الفكره، انتوا تجمعوا الحاجات القديمه وتعملوا بيها منتجات. طب ايه الحاجات الثانيه؟ وفي حاجات دي مثلا الكوستر اللي بنستخدمها في البيت بنحط عليها كوبايه الشاي السخنه، دوت كان قماش في مصنع هيترمي عشان فيه ديفو. احنا في عندنا الما، ده فريق تبع بنك الكساء بياخد كل الحاجات اللي هي ويست بالنسبه لنا، وهو بيطلع منها منتجات هستخدمها تاني، يعني دي جديده. واكيد المنتج ده هيبقى ارخص من اي منتج تاني عشان انا جايبه بتكلفه اقل. بالظبط، في حاجات لا هتكون تكلفتها اقل كتير، وفي حاجات هي دلوقتي اغلى بس عشان لسه ما فيش العماله الكافيه اللي مدربه عشان تطلع ده. وفي حاجات كتيره بتطلع من الويست برضو زي الورق، يعني الورق بيطلع منه ورق بيطلع، يعني الورق اللي هو الويست اللي هو بيتفرم في البنوك وفي الشركات ده بيترمي. لا انا ممكن باخده وبعمل عليه معالجه معينه وبطلع منه نوت بوك تانيه استخدمها في الكتابه. بس انتوا بتحاولوا تلاقوا استخدام لكل حاجه تترمي بدل ما تضيع. مفيش حاجه بتترمي عندنا بقى، اي حاجه حتى الازاز. بالظبط، كل في مبادرات كتير بنتعاون معاها كلها بحيث ان مفيش حاجه تترمي. بنك الكساء بصراحه كمان عامل دلوقتي غرفه عمليات موسعه جدا، بقوا يصنفوا كل الويست باصناف كتيره بحيث ان هو مفيش حاجه هتترمي. حتى لو مثلا حد تبرع، هو بنك الكساء بيلم تبرعات وبيديها لمستحقينها، فبيلاقي مثلا ان هو جاي له في جزمه فرده واحده هيعمل بيها ايه؟ بيجمع كل الجزم دي وبيفرمها وعمل منها ملاعب في مراكز الشباب، ملاعب كوره. تمام، هو عندهم متخصصين ودي ميزتهم جدا بصراحه بنك الكساء، ان هو مش بس بياخد الحاجه وبيدي للمستحقين، لا كمان هو بيفكر طب انا جالي حاجات استخدم الحاجات دي ازاي. وهنا بقى انتوا بتتعاونوا في الحاجات دي؟ نتعاون في الحاجات دي، هو عنده حته الفاشن او حته يعني الموضه، يعني هم بيقدموا لكم الحاجات اللي بدل ما تترمي وانتوا تطلعوا منها منتجات فنيه. منتجات ثانيه، في مثلا فنانين كتير بيستخدموا الحاجات من عندهم او من مبادرات ثانيه وبيعملوا منها قطع فنيه وحاجات تستخدم. طب انتوا المعرض اللي بتعملوه بيبقى لوحات ولوح وبس، وفي كمان زي الحاجات الجلد دي بيبقى فيه لبس كل حاجه فيه احنا لبس. بيبقى عندنا السنه دي عملناه عباره عن حاجتين، كان في مبنى او يعني مكان كامل او كان عباره عن ابارتمنت اكزبيشن، يعني كان البيت بس عباره عن معرض. كنا عاملين مطبخ من قواطع خشب مع الباشمهندس عمرو حلمي، عمل لنا المطبخ كامل متكامل، هو كله من حاجات ويستد، حاجات ترمي. هو بيقول هو لما حكى لنا القصه قال انا كلمت مدير المصنع قال له طلع لي الحاجه اللي انت بترميها، قال له القواطع الخشب كذا، جمعها وقعد معاه ومع الفريق طلع مطبخ جديد، مطبخ كامل كامل. المقابض تشارك مع فنان تاني، الفنان ده طلع له المقابض دي من مواسير قديمه، فبقى المطبخ شكله حلو جدا. عملنا ده مش بقى الموضوع مش بس على سكيل اللي هي المنتجات، ده كمان ممكن بيت عفش، ده ممكن بقى يعني نتكلم. وعملنا ترابيزه، عملنا كنب، عملنا كل حاجه مع فنانين مختلفين ومصممين للاساس، فاحنا ما بنتكلمش بس في الفاشن وفي الحاجات دي. مين اللي بيلم الويست ده وبيجيبه لمين؟ يعني مين اللي بيعمل بالعمليه الصعبه بقى اللي هو يلاقي كل الحاجات اللي الناس بترميها دي ويجمعها؟ هي في مبادرات كتير، يعني زي ما بقول لك بتاع جزيره القراصيه بيلموا البلاستيك، بنك الكساء الناس بتكلمه بتدي له حاجات كتير جدا. في حاليا مبادرات كتير وناس بقت عندها توعيه للويست ده بشكل مختلف، ان هو دلوقتي مثلا لسه شايفه مبادره بس هي مش في مصر، بس اتمنى انها تخش مصر، ان في حد بيفرم الهدوم القديمه بيضيف عليها مواد وبتبقى عامله زي شكل قوالب طوب وبيعمل منها ديكور في البيت. فانت بدل ما انت في البيت هتبتدي تعمل حاجه من مصدر جديد وتضيع مصدر طبيعي جديد، لا انت اوريدي عندك ويست وهخلي بيتي شكله حلو، يعني المكان بيبقى شكله حلو. ودي الفكره اللي انتوا بتحاولوا تقولوها، ان فكره الشياكه المستدامه، ان مش معنى ان الحاجات دي اعاد استخدامها او اعاد تدويرها او جايه من مصدر تاني ان هي لازم تبقى وحشه. لا خالص، بالعكس، ده ممكن يبقى مطبخ، ومطبخ ممكن يبقى غالي، ممكن يبقى عفش، ممكن يبقى لوحات، ممكن تبقى زي الباروكه الحاجات دي. حد هيلبس دي او في حد هيستخدمها ك يعني كغلاف لمجله، دي بدل ما اروح اشتريها جديد حد عملها،
اللوحات دي بالنسبه لهم. طب ايه الجديد اللي بتشتغلوا عليه في الحاجات اللي بيقعد يستخدمها الفتره دي؟ احنا بنحاول نشوف كل الويست الجديد اللي بيطلع من الناس. يعني انا في كانت ناس بتقول لي طب الاكياس البلاستيك، فانا لقيت في مبادره بتاعه فيري نايل بدات انها تتكلم الناس وتقول لهم حتى الاكياس البلاستيك اللي انت بلاش ترميها والازايز انا هعدي عليك اخدها، مش بس اللي في النيل، لا خالص، بدات تروح للبيوت. بنك الكساء بدا يعمل تطوير عنده اكتر واكتر علشان ان هو يشوف ايه الويست اللي عند الناس ويعمل غرفه عمليات اقوى. وهو بس مش هياخد الحاجات هدوم، لا، بياخد منك اي حاجه ويست تفكر فيها في الدنيا، ان شاء الله علب الجزم القديمه اللي انت مش هتستخدمها تاني هو بيطلع لها استخدام. الورق الكرتون ده هيديه للشخص بتاع اللي بيعمل اعاده تدوير للورق وهيطلع منه نوت بوكس. طب الناس اللي بتبقى عايزه تعمل الحاجات دي، عايزه تحافظ على البيئه، عايزه تعيد استخدام حاجات وتعيد تدويرها، بس مش عارفه يعني اعمل ايه، انا في الاخر عندي حاجات عايزه ارميها، فانت تنصحيهم بايه او بتقولوا ايه في الورش اللي بتقول مثلا في طرق معينه تقدر طبعا تعمل كده؟ طبعا اول حاجه ان انت بتعمل فرز للويست بتاعك. في حاجات انا ممكن اعيد استخدامها تاني، وشايفه مثلا انا بحاجه بسيطه جدا هعيد استخدمها تاني في البيت، او لو انا ما عنديش القدره ان انا هستخدمها تاني، طيب في كذا مبادره زي ما انا قلت، مثال بنك الكساء، فيري نايل، اي حد من الناس دي بقوا عاملين على السوشيال ميديا كامبينز كبيره جدا ان هم عايزين يقولوا لك يا جماعه ادوني انا الحاجه، ببعت المندوب لغايه عندك بيفرز الحاجه وبياخدها بيكيسها وبيوديها للمكان المتخصص ليها، بدل ما اوديها تترمي تتحرق تعمل تلوث تاني للبيئه وانا في غنى عنه في الوقت الحالي. فكل الحاجات دي فانت عليك انت دورك انك تدور على المصادر اللي ممكن تاخد منك الحاجات دي. بالظبط. وبنك الكساء مره بصراحه عمل مبادره كانت جميله جدا السنه اللي فاتت، ان هو بيقول الناس هاتوا الويست الهدوم اللي عندكم والحاجه، وهم عاملين الما دي زي براند صغيره تحت بنك الكساء بتبيع منتجات من اعاده التدوير، بتقول لهم هديكوا تخفيض لو انت جبت لي الحاجات القديمه اللي عندك في البيت، انا هعمل لك تخفيض على منتجات جديده تستخدمها. اكيد ليها قيمه ماديه. بالظبط. فده فكر. في دلوقتي مبادرات كتير جدا عامله ان انت مثلا لو عندك ازايز بلاستيك او حاجه مش عايز تتبرع بيها، بقى في ناس تقول لك لا انا ممكن اشتريها منك. فندور نتعب بس شويه صغيره. بس انت كان ايه الدافع بالنسبه لك انك تخشي في الموضوع ده وتفهمي قوي وتعرفي ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها مره واثنين وثلاثه وازاي نعمل ده؟ يعني كان ايه الدافع ورا ده؟ انا عندي شريكتي في مركز كوكون، مريم فنانه جدا، فهي ما بترميش حاجه في المكتب، فاللي هو طب احنا هنعمل بدائي ايه؟ ففعلا بدانا نطلع حاجات بسيطه وفنيه وقطع من كرسي قديم لا هنركبه بشكل معين ونعمل فيه تجديد بسيط فبقى كرسي مريح يستخدمه في المكتب. حاجات كتير بدأنا كده، بلاش نرمي الورق دوت عالي هنستخدم على ظهره. يعني الموضوع جه من الاول من تجربه شخصيه. بالظبط كده، لغايه ما بدأنا تعاون مع بنك الكساء في مشاريع الباتش وورك. بدأنا بعديها طب جت الفكره، طب ليه يا جماعه ما نكبرش الموضوع ونعمل ورش اكتر؟ مش بس احنا اللي بنعمل ورش اعاده تدوير مع بنك الكساء، احنا لما فتحناها السنه اللي فاتت مثلا كانوا 5 ورش، السنه دي كنا عاملين فوق 10 ورش. بنعمل ماركت، الناس بتبيع فيه المنتجات، يعني في براندز كتير قوي قايمه على السستينابيلتي حاليا كتير جدا. السنه اللي فاتت مثلا كان معانا 10، السنه دي وصلنا فوق ال 25، وفي ناس اكتر. شركات عايزه تستخدم برضو الحاجات المستدامه، هم قايمين على الحاجات المستدامه. يعني في براندز كتير جدا قايمه انها بتعمل حاجتها، يعني ده براند موجود وعنده ستور في وسط البلد. كل الناس دي دلوقتي يا اما نظره الناس للبراندات دي اتغيرت، الناس بدات تفهم ان هو دي مش حاجه قليله، دي ممكن تبقى غاليه، ممكن تبقى اغلى من المنتج العادي. والجيل الجديد اكتر من الجيل، يعني الجيل الصغير هو اللي بقى مستوعب ده اكتر عشان الحملات التوعيه في المدارس والجامعات حاليا موجوده بشكل كبير. يعني حتى الناس اللي جات لنا السنه دي لما عملنا حصر للسن كان السن الصغير اللي هو ما بين 18 ل 22 23 سنه، ده اكتر سن عشان هم يمكن دول اللي بيشوفوا كمان بره وفي الافلام ان المنتج اللي هو بيبقى مستخدم منه معمول في حاجات بتحافظ على البيئه بيبقى اغلى من المنتج العادي. بالظبط. يعني احنا يمكن عندنا ثقافه لسه العكس، ان هو ده ايه، لا ده معاد استخدامه فمش هنستخدمه. بينما بره بتلاقي ان الحاجات دي ممكن تبقى اصلا اغلى. بالظبط. ودلوقتي كمان بقى في شركات كتير استوعبت ده
وبدات تطلب مننا احنا نعمل لها انستليشن، نعمل لها حاجه فنيه كبيره من الويست عندها. يعني عملنا مع شركه قريب كان عندها الويست بتاع علب شامبوهات، حاجات اي ويست اللي هو مثلا زي سي ديز قديمه، فليب ديسك، بلاي ستيشن 1 محدش هيستخدمه، اخدناه وعملنا منه دلوقتي قطعه فنيه موجوده في الشركه. بدل ان هو كان هيروح ويستخدم بقى كانفاس جديد ويعمل حاجات جديده، لا، من حاجات كلها قديمه اتعملت اتدهنت كلها بنفس اللون بقى شكلها مناسب جدا، اتعلقت. في حد مثلا يقول لك انا عندي شرايط كاسيت قديمه اعمل بيها ايه؟ ليها استخدام برضه، بنعمل هي كل حاجه عامه ليها استخدام، مفيش حاجه بتترمي بالظبط، ما عنديش حاجه. ده الفكره اصلا المصري البيتي القديم جدا اللي هو مفيش حاجه بتترمي بالظبط كده، وفعلا مفيش حاجه بتترمي حتى في الاكل حاجة. على فكره يعني في دلوقتي جهات بدات ان هي ما تعملش ويست في الاكل، فلا الويست مثلا في الاكل احنا مثلا بنستخدم كذا مثلا في الفاكهه، ففي حته دي ما بتستخدم دايما بتترمي، هستخدمها ازاي وهعمل لها اعاده تدوير في الاكل؟ لا بلاش ده، طب احنا ممكن نحولها لسماد عضوي. ففي حاجه دلوقتي في مبادرات دلوقتي بدات تتجه للاتجاه ده. يعني احنا ماشيين عامه في اتجاه ان مفيش حاجه تترمي خلاص، مفيش حاجه خالص، مش عايزين نرمي. حتى المنديل ده احنا هناخده معانا، هناخده، احنا بناخد حتى ورق الشجر اللي بيقع ده بنحط مع الورق وبنعمل منه ورق جديد. حلوه فكره ان مفيش حاجه تترمي دي، برضه موفره في نفس الوقت، محافظه على البيئه. جميل جدا، انا بشكر حضرتك، شكرا جدا، نورتيني جدا.